الدورة شهدت عددا من الفقرات الفنية والأكاديمية والثقافية وقراءات شعرية وموائد مستديرة وكذلك ورشات عمل، كلها تصب على الهدف وهو محاربة كل أشكال التطرف. ويعني في هذه الدورة كذلك هناك فقرات فنية وموسيقية رفيعة شارك فيها يعني عدد من الفنانين المغاربة بالأمازيغية والعربية والإيطالية وكذلك أجانب بالإيطالية وبالإسبانية. ويمكن أن نقول أن هذه الدورة ناجحة حسب الملاحظين على يعني جميع الأصعدة، لأنها يعني أعطت يعني أولا الفرجة لساكنة فاس جهة فاس مكناس، وكذلك أعطت الفرصة للشباب وللمثقفين وللفنانين ولفعاليات المجتمع المدني ليناقشوا يعني إشكاليات التطرف وأهمية التصدي للتطرف عبر الإعلام، عبر يعني التكوين والتعليم، وعبر كذلك التثقيف ويعني ترشيد الشباب ومساعدة الشباب على يعني التصدي لهذه الآفة الاجتماعية. أنا فرحانة بزاف هذه المناسبة اللي داروا ديال عين زغن في مدينة فاس اللي معروفة في المغرب بشي حاجة بالقرآن بكل شيء بالحوايج بالفن بكل شيء. انا عجبني الحال بزاف، انا فرحانه بزاف على الجمهور ديالي والناس اللي حاضرين معنا. انا تنشكر المغرب ديالي كامل من طنجة حتى لقورة، واللهم لك الحمد فين ما مشينا وداك الشيء تنعجب الناس وتعجبونا الناس المغاربه ديالنا. القناه التمازيغيه فلا ما عنديش الفرق انا بين الجزائر والعرب بحال بحال، المغرب ديالنا كيف كيف. وانا جد سعيد انني من بين الفنانين المدعوين للمشاركه في الدوره هذه، ونتمنى ان شاء الله الحفل يكون في المستوى المطلوب، وان انه ينال اعجاب الجمهور اللي جا حاضر تبارك الله، ما جاش غير فاز من كل ربوع المملكه. وبدوري كنشكر المنظمين ديال هذا الحفل على الدعوه. بالنسبه للجديد ديالي، اخر عمل اللي قدمته هو مينا، عمل اللي تعاملت فيه مع الموزع والكاتب والملحن جلال الحمداوي. فكره اللي كانت الدور في الراس ديالي انا وجلال، فحاولنا نخدموا عليها، حاولنا نشتغلوا عليها، حاولنا نديروا واحد العمل اللي هو صيفي، عمل اللي هو خفيف، عمل اللي فيه اسم اللي هو مينا كما لاحظوا الناس، مينا اللي هي اسميه خفيفه، واحد الاسم اللي عزيز عليا انايا من الصور ديالي. فجات الفكره وحطيناها وخدمنا عليها واشتغلنا عليها، والحمد لله وانا جيت سعيد بتفاعل الجمهور معها، لان نالت واحد استحسان من الجمهور وكذلك واحد تفاعل ايجابي.